لكن خلونا نشوف مصر القابضة للتأمين قابلت لايف بوكس وعملت ايه معاهم الأسبوع الماضي. في الحلقة اللي فاتت لايف بوكس ما قدرتش تتفوق على الموقع، لكن حصلت على فرصة مقابلة العملاق الاستثماري مصر القبضة للتأمين. فأنا هختار لايف بوكس عشان يشرفنا في لايف بوكس. الهدف هو طبعا ان احنا نحاول نساعد ونشجع، سواء كان بدايركت انفستمنت، وان كان ده انا في رايي هيبقى التشجيع الاقل لانه المبالغ عندنا اكبر من كده بكتير بتبقى يعني، او بمحاوله المنتورنج وتيكين كير اوف يو، ان احنا نعرفكم كمان ب انجل انفسترز او نعرفكم بمؤسسات مهتمه بنفس الشغل بتاعكم. اكتر حاجه عجبتني ان هم متحمسين جدا للي بيعملوه، والحماس ده بيتنقل لي على فكره. هنحاول ان شاء الله ان احنا نساعدهم، هنحاول ان احنا نوصلها للنجاح، المهم يعني يثبت بس جدواها ويثبت ان هي فكره تقدر تتنفذ يعني. وكل تاكيد يعني شباب واحد، واحنا نحب ان احنا نساعدهم. احنا متفاجئين اصلا ان احنا بعد ما قعدنا مع لجنه التقييم لقينا ان هم كانوا مبسوطين ومتحمسين للفكره، وفي فرص دعم كتير هم قالوا لنا عليها، ما كانتش عشان الاستثمار، هتكون عشان توصلنا بالشركاء اللي ممكن يشتروا مننا الفكره. طبعا احنا نتمنى باذن الله ان هم يساعدونا على قد ما يقدروا طبعا في ان احنا نفتح المصنع بتاعنا ان شاء الله في الغردقه. يا ترى مين من متسابقين حلقه النهارده هيقع عليه اختيار العملاق الاستثماري مصر القبضه للتامين؟ مين هيحصل على الفرصه؟